ركزي على الحركات يا اختي، لازم الكل يندهشوا من قدرة المرأة تبعنا على الخطابة والفصاحة والشعر. يلا خلصنا بلوضة بوجتنا. سمعنا بلو سهرة. اسمعي اختي، هاتي ايدك ليلة عيدك، شدي حالك خلي شمسك تمحي ليلك، من منديلك نعمل رايب يوم المرأة ونغني لك، نكتب ورقة نخبر فيها الصبح الجاية انه العتمة وريح الفرقة مالو مطرح بمواوي لك. هاتي ايدك هاتي ايدك. ليكي ولي اختي ليكي، طلع لي شايفة باخر كلمة بتقوليها هيك بتمدي ايدك، هاتي ايدك هاتي ايدك. يلا لشوف بهاي الا بهاي اخوة. لك باليمين باليمين، حط الليفة بالصحن، قولي هاتي ايدك هاتي ايدك هاتي ايدك هاتي ايدك. يعني هيك هيك، هاتي ايدك هاتي ايدك. استغفر الله العظيم، لك انت شو ده حشك الوصري، المهم بديعة تعرف. لا شباكم لا استنقول، عم افعل منك صحة، يعني اذا انا رجال ونص لازم يكون حمار بالمرأة. ولا منك إلو العمل، لا تعلقوا ببعض هلأها. ليكي اختي، هلأ انا بقول وانتي بتردي ورايها، ما طولت لك هي مشان تنحفز معي. ولا شو شايفني تصمة بضربك كفينها. طولي بالك طولي بالك، يلا قولي وراي، شدي حالك خلي شمسك تمحي ليلك. شدي حالك خلي شمسك تمحي ليلك، بعرف قولها لما بعرف. بتعرفي بس ما هيك ما هيك، شدي حالك شدي حالك شدي حالك شدي حالك خلي شمسك، خبر فيا الصبح الجاية انه العتمة وريح الفرقة مالهم مطرح بمواوي ليك. وحدة وحدة اخوة، سهلة شبابك، صار لي ساعه بحفظك اياه. ماشي معلش كمل هالصحن وبعدين بحفظها. كملي اسمعيني وانتي عم تكملي. ماشي، هاتي ايدك هاتي ايدك ليلة عيدك، خلي شمسك هاتي ايدك هاتي ايدك ليلة عيدك. خلي شمسك شو بلا، لا تفحش حالك ولو صهري، خلي بديعة هي اللي ترد وراي العمى. لك شباك شباك انت شو جعزك، بنتعلم انا ولو انسى بديعة شو شغلي، يعني عادية بلا عادية. ولي اختي ليك الورقة هون، ها خدوا دبروا راسكم بالاذن. بالالف بالحجرة شباك، هاتي ايدك هو هيك قال الشعر. الله لا يعطيك العافية، ماشي حاجة كاتبة موصل. خطي ايدك خطي ايدك خطي ايدك خطي ايدك، خلي شبتك كيف بايدك. يرحمه لجدك، غنينا الغنية تاعيتك مشان الشباب بس تسافر يضلوا يغنوها. ما قدر عم اختار، صوتي ما طالع، ما بنعز عنك بس خلاص، يلا هلأ أسعد بغني يا غني. ما فيني ما فيني غني، ما طنت راح تموتني من الاشتياق علي مالك، بس كرمالك كرمالك يا جودي راح غني راح غني، وجود وجود وغني وخلي العالم تسمع فني. الأغنية محفوظة عندي بالسجلات، بتحب أعمل لك نسخة على شي ورقة؟ ذاك من زولك، يمكن تلزمنا بمناسبات أخرى. أنت تقول غني وعلي مالي، لو ما أخو وجودة أنا ماني لا حابب ولا متمنها. وأكلة تأكلك على هالصوت إن شاء الله، العمى بعيون شيطانك إذا سمعك الحمار بهاجر، ولا تاني مرة إذا بتغني بداني بدي خلي حساني إيمك فلا منك على التسعد. أسعد غني بنص صرصور دانو لابو نادر، غني غني. إجا البار عفالك يا جودة، عفالك يا حبيب عفالك يا حبيب عفالك يا جودة، سلامة هادي ملك حدا تقولنا ما تقلب فينا الطيارة. ما تحكيك ما تحكيك لك والله يا شبك والله تعالك لنا. وقف وقف جودة، لك يا جودة وقف وقف يا جودة. اتصل الأستاذ وليد أخوك من العاصمة وبيقول لك إنه لا سافر. ما قال لك ليش؟ لك آي آي قال لي، قول ما طلعت لك الفيسا. الحمد لله الحمد لله، تخروا هيك تخروا، بدي بوس تراب الوطن تخروا. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.
شدرت تطبخية عسل عسل العادة بالشرطم ما بيقدموا مثله حل ما تسري تهري بشو بشو بالشرطم بالشرطم هاي بقى قتالي مرقت من جنبه وقت عم سجل بكالوريا بالعاصمة اكول كول صحة حبيبي وهنا خذ يا حبيبي خذ ذاك الزيتات كلهم هون بالطنجرة خذ صحة وهنا صحة صحة انا ما راح اكل منيح هيك اسعار شباب ليش هيك عملت اسمعي بديعة انا كل نهار عم بتعب وشقة والعرق عم بيزلزب مني زلزبة مو مشان اخر شيء ولا تعملي مبطخة مليون مرة قلت لك انا ما بحب المجدرة ما بطيقها طلعت من اخيري بس شو لانه اخوكي بحبها بتبغيله يقع انا يلعن ابوه لا ابوه لا ابوي بهيك بسيطة هاي شو هالحكي هاي ما معقولة ولد مالك شو بك شو صار لك ما دحشك انت شو صار لي اسمعي بديعة هالبحثة بدي بيعها واخلص بقى فهمتي بقى صهري بقى احسن ما تنزل عمادتك وتعمل لك تلبك معوي لا حبيبي انتو ليش جوزتوا لاختك ها انا ليش جوزتها انا تجوزتها مشان تطبخ لي الي ما تطبخ لحضرتك يا وحش فهمت بدكم تطبخ لك الك خيو خلوه ببيتكم خلوها هيك ولا ترمز مثل مخلل فوتي بديعة فوتي دبي غراضك مالك قاعدة ببيت هالواطي ولا دقيقة اسكتوا لا علي ما علي ليك سليم بوصك والله جيب برد بوصك فوتي بلا شوف فركي بدي احشك اياها بمخارك طلع لك اياها من قفا راسه كل ما وحكها بدي جيب البارودة لك يا ريت تعرف تستعملها حبوا بعض حبيباتي حبوا بعض الدنيا ما دامت اذا المحبة نامت صلي صافر عني صلي صافر عني فبيت شو بنجودة ليش ما تنطلع الان على الاماكنة ما بتعرفين جلاجي اشرا شيح بيضلوا عم يبعقوا رايح شوف شو القصة وارجع امشي امشي اصلا ما بعرف كيف عايش ببيت ولا هالمتخلل لك شباك شباك محرزة مشان صحني مجدرة تعمل هالمشكلة شكوت لو قتلتوني شو مجدرة ما مجدرة لكن ليش معصب هالتعصيبة حياتي انت لعبة في عيونه لكن قول بتجوزوا مع اخته انا شو لكن شباب لك شو شباب كل يوم من اول ما تجوزنا بيجي هيك بيقعد على قلبي بيقعد هيك على صدري على راسي مثل 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 اي ملبخ يعني ملبخ اي ايوه علي عليك بلبخت البيخ لك يا اخي حق ارتاح حق ينام ما بروح لحتى تقتلني الناعوسه واكبي قدامه هيك بكبي وما بروح حقك اخوي حقك كان لازم من زمان تحط حد لهالقصه كان لازم من زمان تقطع راس البس لك انا بس في الوقت الثاني قطعت لي راسي انا والبس بس قول لحالي اليوم بزوق بكره بزوق اليوم بزوق بكره بزوق بكره بزوق اليوم بزوق بعد بكره بزوق اليوم بزوق بكره بزوق ما كان يزوق وكل ما ضع الكوز بالجرب بتقول لي حرام عليك ولا اسعد شبك هذا اخوي الصغير نونو ولك دخلوا له النونو بيطلع باربع اطرام ميزك مكدوس لحاله بالليل اذا كبر شو بصير وحش كاسر هذا النونو وحش كاسر بعدين شو دخلني فاني انا بدي ربي اولاد العالم انا شو صغروا الزمان قد الشنتير بس انت الحق عليك كمان حاجه موجوده بس شو الحق علي يعني انت قلبك طيب لا اخوي ما بصير يكون قلبك طيب كتير بتطمع العالم فيك يعني شوف انا مثلا انا وديبة يعني ما انه ما بحب لديبة فهيك اتوست محبة بقلبي لها بس ما بحسسها مشان ما تطمع فيني انت طمعت فيك لبديعة اسكت الوجودة انا قلت لحالي هيك بزية بالمنيحة طلعت ما بتستاهل الا الابيحة هي واخوة ما لازم تقول لحالك مرة تانية لحقني لفرجيك لوي بدي اعطيك درس بكيف بيعالجوا النسوان لحقني رح اسعد بالبيت على حد الماء لا ليش عم تسأل عنه
يا ريت تبارك له عني وتقول له يشل الحلوان، لأنه ورقة يا نصيب تبعه ربحانة. مليون؟ لك لا أقول شو مليون، بس ربح 15,000 ورقة عن إثناء. العمى أتى صحيح العمى، بلصني بدل ما أبلصك. عوافي أريك، كيف البحر معك اليوم؟ أهلين بشب السباطي. والله يا صاحب البحر حزين، زعلان، طلع لي خرايتين صغار رجعت لأمان الخراية الكبيرة. لا 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 تقولة، والحساسة على اثنين قلتها وخلاص. تعرف جاري؟ شو؟ أنا مبارح ما نمت الليل كله ما نمح. شو جابك لهون إذا نعسان؟ روح اندفس روح نام. لك لا لا ماني نعسان، بس كمان اليوم ما راح يجيني نوم. تعرف لا شو بعرفني؟ شايفني ابو العريف ولا كنت وقت الحادثه؟ هات لشوف ليش ما نمت. ليش حاسس بالذنب؟ باطنتي عم تاكلني اكل، ما بدي اياك تتقاتل انت ومرتك مشان ورقه يا نصيب انا بعتكم اياها. رجع لي اياها وهي 600 ورقه. لا خلص لو شباب، هلا كل ما بديعه حنفشت بشغل من الرد عليا شباب. وبلا ليش بننزل من البيت انا ولا هي؟ انت الزلمة، بس ما بصير انت ومرتك تتضاشموا بسببي انا. لك لا عادي بعد اللي مصارين بالباطنية بتضاشموا، هلا بكون نسعي. خيو ما مشان بديعة، انا ما عاد بدي بيع على ورقة ليون نصيب، رجع لي اياها. شباب كلها شو صار لك فجأة؟ قلبت مضطر لهم ليش وغيرك؟ ايه خيو ديبة زعلت كتير لما عرفت اني بعتك اياها، ما بدها اياني بيعها، بدي رجعها. دخيلك انت وديبة، ليش من امتى زعل ديبة بهمك انت يا حرام؟ كل عمرها زعلانة، اصلا يوم اللي بتفرح بتفكروا عيد بتفكروا. ها علينا، خيا ما عاد بدي بيع على هالورقة، رجع لي اياها وخذ المصاري، اخو مرعي انت ولا ابن عمه. لا ما في عيونك يا صرت مثل الوحش خياه، انا لا اخو براءك ولا ابن عمه ولا بقربه منيح. العبا في عيونك العبا. الف ورقه بدفع لك. الفين ماشي هاتا. ها خود هات الالفين خود. ها شرعي ها روح رايح. لوين رايح؟ مشوار ضروري. مع السلامه يا حمامه. كاس هجرة الليمون يا عيني يا منظرك لا شيء ده جميل، يا ريحتك يا ريحة زكية، يا سجرة الليمون يا عيني. ما مرق أخوي على الغدا اليوم؟ أحسن أقول ليش لو سمعنا الأكل. الله لا يشبعك، والله اللي بسمعك بيقول اخوي عايش من خيره. لك شبك ولا عم لطف جو عم نزع معك لو تحملينا عوافي. ها ايش قال لك انا يا بنوك؟ الله يعافي. شبك ولا اخوي ليش تعجل رقبتك؟ الله لا يوفقه سليل هالاقطاع البيسه، علي بالحلال ما فاب راسه جنس العقل. ليش ولا شو عمل له؟ بحتني من القتل، فعسني بإجري، كان روحني نوجز. لا أخوي بلا، لا أخوي، أنت شو ناقصك شو ناقصك؟ كنت سفقه حجر على نص راسه وخلي صرته تهر قدامه، لك تجاه موجة ودرب عوجة إن شاء الله. هو بيني وبينك معه حق، شافني مع بنته ورا الحيط. أو إذا يعني شافك مع بنته ورا الحيط، لك سرمايتك هي اللابسة بإجرك بتشرفه وبتشرفها لبنته. بدك الحق ولا ابن عمه؟ اكيد بدك الحق،
الحق انه المختار ما على ذنب، لانه بصراحه لازم تطلبها رسمي. بدول ما تروح ويلاقي لك باللبط وبالرفس وبالخبط، بيلاقي لك باهلا وسهلا ولا ايه اخوي؟ انا هذا يعني ياخذ العفاف. ياخذ العفاف؟ شو ناقص عفاف يعني؟ يتجوزها ما احسن من المواعيد اللي بالسرقه تحت الحيط. لا والله يا جاري، ما نقشت معك هالمره. حلاوتها انه واحد يشوف حبيبته ورا الحيط، لانه متى ما صارت حبيبته لهالواح جواته بصير مثل العله. إيه عله اللي تعلق لك فعله وانت موجود. ما قصدي انت ولا جبال. سمعونا شوي ولو جوده، وبلكي حكيت فيها وابوه سليل هالقطع ما قال اي. لك بده يقول اي، بده يقول اي، وبكره بتشوف البنت كسداني عنده، بده يخلص منها بقرد ودب. ناطر اي عريس من الغيم ينزل له. ماشي، رح الزق هالعجينه بهالحيط لشوف تلزق ولا ما بتلزق. لا والله يا اخوي، يا ابن امي وابوي غير عجزتها ما بتاخذها لهالبنت. بسم الله عليك، شو صار لي؟ لك انت ثلاث ارباع محامي، بعد شوي بتصير محامي قد الدنيا، تاخذ وحده ما بتعرف الخمسه من الطمسه. عفوا منك اختي، عفوا فاصله للبكالوريا. مش ما اخذتها للبكالوريا، ما اخذتها، خذ وحده من مستوى. ما اخذتها. ولك عفاف بتسوى عشر محامين، اسألوني إلي أنا ولا؟ جودة؟ آي جودة؟ أنت شو خصك بهالحكي؟ خليك ساكت. وأنت شو جوعزك بالقصة؟ بديعة ما بدي أخوة ياخذ عفاف، بكرة بتقول أنت السبب. ولك بعرف ولا غشيمة، بعرف إنه ما بدي إياها، مشان هيك عم رغبوا فيها. لو كانت بدي إياها كنت قرفت وياها تقريف، كنت طالعت له فيها 100 عيب، كنت سويت له اياها كتعة وفصعة ومنخار كبير. فهمانة؟ غيروا عمي، طلع فنزويلا صرتوا عايش هذا؟ ولك اي عايش ولا اسعار؟ يعني لو ما كان عايش كون بعت لكم مكتوب. راح ببالي بلا فوت الله فوت. لا لا والله والله يكثر خيرك عمي اسعار، بدي ارجع عالدكونه توني زهره لحالها، بخاف تخلص على الراحه والبسكوت. لك عمر ولو بينك وبينها عيب، مع السلامه روح. عمي ما تنسوا تخبرونا شو بعت لكم عمكم بالمكتوب. امرك اوامر، حضر حواضر. خبرك عمي من خبره. طخ 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 شوف شو عم بالمكتوب. يلا بقى عمي من بالنسبه لي بعت لك حالي لحالة. لك عزام كده هي الله يفتح. اسمعوا ولدنا الحبيب. نعم. والقمر الذي عن عيني لا يغيب. انا اسعد ابن اخوي الغالي، سلام سليم، ارق من النسي، ابعثه لكم مع الاسي. هلا. ولدنا الحبيب، وصلت بي العمر الى فتره متقدمه، ولا ولد عندي ولا تلد، حيث اني بدلت 7-8 نسوان ولا وحده جابت لي خلاف، طلعوا كلهم ما بيجيبوا اولاد، ولا احد غيرك يستحق هذه الاملاك اللي ما بتاكل النيران. العمى برجوازي هذا يا اخوي، يعني هاد الشغله منيحه ولا ما منيحه؟ لك شو منيح ولا يا اختي؟ البرجوازيه لسه ارزل واداء رقبه من الاقطاعيه، الاقطاعيه بتمص دم الفلاح، البرجوازيه كيف بدي اقول لك اياها، يعني بتمص دم العامل والفلاح سوا، وبتجي فوقها الراسماليه بتمص دم فئات كل الشعب بكل اصنافها، وبتجي فوقها الامبريانيه بتمص دم الاخضر واليابس. ولك ان شاء الله خفاش مأكله بيمصوا لدمك مص الهي، شو بدك تعدل لنا العيله كلها ولا؟ اكفي قراية المكتوب خلصنا بقى. لا؟ اي عم تتصرف علينا يا عيب الشب؟ بلع. لا ولا؟ لك لهالأمة الصراط عليك. انا عم بتنصت عليك ولا؟ معيب عليك هيك تفكر؟ اتصالكم عالي، شو بعملكم يعني اذا كلامكم طار ورفرف هيك بهالهوا وفات بمخش دوني؟ كفي سليم، كفي اغتصاك، كفي بقى، كفي. اسمع صهري اسمع، ولذلك في اقرب فرصة بدي زورك وجيبك لعندي مشان تدير بالك على هالرزق اللي هو إلك مثل ما هو إلي. عيد ابلع، شو هي مشان الرزق؟ شو قال بالضبط بدي؟ لك قصده تدير بالك على هالرزق اللي هو إلك مثل ما هو له. خلاص حاجة، فهمت عليك. الله يفجعني بهالعيلة.
عيلتي؟ لا عيلتي انا هالمره، بيت ابو خميس. اما بعيونهم شو جرى بيع؟ انه شو كان صار لواحد منهم سافر وتغرب هيك بفنزويلا وتجوز له شي وحده ما بتجيب اولاد وصار عنده رزق وبعت ورانا مشان ندير بالنا على رزقه، هاد شو كان صار؟ لا جودة ولا انت ليش عينك ضيقة؟ يعني واذا صار عنده عم بفنزويلا صار احسن يعني؟ صار احسن، صار احسن، كيف ما بده يصير احسن؟ بكره عمه بيبعت وراه على فنزويلا، بيروح لعنده وبصير يلعب بالمصاري لعب، ولا مثل الجربوع، مثل الكلب الجعاري، قاعد هون لحاله ايد من ورا وايد من قدام، العمل قرش، بده معاملة، بده حين ومين لحتى يفوت على جيبتي بالموسيقى. بس بتعرفي؟ أكيد كذاب. مين كذاب؟ ولك أسعد أسعاب، أكيد ما عنده حدا بفنزويلا يبعث له مكتوب، أكيد هالمكتوب شوي بالغلط. ولك كيف بالغلط؟ كيف بالغلط؟ ليش مو مكتوب اسمه بالرسالة؟ أبس لحاله يعني اسمه أسعد بأم الطنافس، أبأم الطنافس لحاله فتلات أربع سعادين غيره يعني. أي بس وخرشوف كمان؟ أي وخرشوف كمان، يعني ما فبيت خرشوف غير بأم الطنافس؟ بيكون شي واحد توني اسعد وخرشوف وما من ام الطنافس قام راح له هالجحش البريد بالغلط. شو مفكره البريد تبعنا بريد فنزويلا؟ بريدنا ايش بدكم؟ ولك راسك بدي كسره اذا بتدعس هون مره ثانيه، فهمان ولا؟ وانا بدي دفنك هون ولا بعم التنافس، فهمان ولا؟ ليه يا؟ ضيع بس ضيع وحده بعد اذنكم. ضيع وحده. بسنك معك اهلا وسهلا. عفوا عليك على الفكره، بيستسلم. عفوا شباب، مين بقى بيناتكم قال انه بدي كسر راسي؟ هو ولا طب ببزه. ومين من بيناتكم قال بده يدفني بام الطنافس؟ جنابو كنت عم نطب جاو. هدا يلا حبيباتي يلا حبابين انتو، شيلوا الاحجار هون من الطريق احسن ما اجي افرمكم اعمل منكم كباب بنجان. حياتي انت رح شيل الكبيره. انا يلا انا بشيل الكبيره. برافو عليكم. راسي دمه راسي يا حسنا ما راسي يا هاي صغيره هاي هاي صغيره هاي 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 غني لك بيه هالسفرة شو طول. شو فارك يا أهل مكرو؟ بتقول مركب أول مدري بشو شعرت فكرو. عجب بدي اشتق لك. دير بالك حالك بهالسفرة. انت كمان دير بالك حالك. طولي بالك شبك ولو ديبك شبك. شو صار لك؟ معقولة شو خروق لك؟ ليش هاي؟ لعن أبو على الغربة. شو دخلت لعنة بالغربة؟ لك ما بيجوز هذا مؤتمر النسوان العالمي، يعني مرة بالسنة بيصير، ما بيصير ما ينحضر، ما بيجوز، مشان صوتكم يوصل لآخر الدنيا. سجعان ما بيصير. يلا خيا سجعان سجعت. مع السلامة يا حمامة. سلامة جودة. ديروا بالكم على حالكم. جودة شباب هلا شو بدهم يحكوا علينا بالمؤتمر اللي كله نسوان وما في غير انا وياك هيك جوزش ناطر متخوزين بالناس؟ لك عادي ولك جاري عادي، ما حدا دحشه. شبك انت وفدنا ونحن حرين، فا بدك تروح علينا كل هالنسوان مشان هالحكي الفاضي. عن جد لعبة بقلبك صحيح.
شو هن نسوان قالوا لا؟ رايحين مطرحها رايحين بدانا. لك يا بني ادمين هذا مؤتمر نسائي، ليش انتو نسوان لتروحوا محلان؟ هالحكي قولوا عملنا وقال لك شفتها. طب لا الله شو وين النسوان؟ وانت وين نظمية وعفاف؟ انا نظمية عملت لي وكالة وعفاف اقنعتها تعمل له وكالة لسلنجو بداله، لانه بحاجة لواحد يكون مندوب عن المثقفين الثوريين واتدهمه. وين المضام ام نادر؟ ما اجيت؟ لا ما اجيت، انا رايح محله. زهرة تسلم عليكم عمتي المجاهدة بلشة، عملت لي وكالة مرفقا بتقرير طبي، ما فينا تروح لأنه مع بروس داون. اجت الموسطة. باش باش الشتاية. شو طلع مهلك الأنيسات أولا؟ شو طلعك لهون والأحزان؟ جايب وكالة من المرحومة أمي. يعني ضروري كنت تجهزها من أبراه هلا. هذا ابو نادر سيدي هذا مساك مهلاو. هاتي ايدك ليلة عيدك، هاتي ايدك ليلة عيدك، شدي حالك خلي شمسك تمحي ليلك، شدي حالك خلي شمسك تمحي ليلك، من منديلك نعمل راية بيوم المرأة ونغني لك، من منديلك نعمل راية بيوم المرأة ونغني لك. نبول عم خبر فيا الصبح الجاية، نبول عم خبر فيا الصبح الجاية. العتبة وريح الفرقة مالهم مطرح بمواويلك، انتو العتبة وريح الفرقة مالهم مطرح بمواويلك. هاتي ايدك هاتي بيسا. هو مختارنا البيسا. لا يا شباب، المختار متنادوا له بيسي مش حلو لسه بيسمعكم. هو اسمه بيسا عشان بيسا هو بيسا نو كمان بيسا. شبكنا شبكنا هو مختار. الحكومة بعتت لنا استاذ مدرسة مشان يعلمنا مزيكا. على العافية مختار، كيفك يا سندي؟ أهلا سند. شو لابوي؟ سند الإقامة ب25 ليرة. لك لا مش هيك قصدي، إسا بس روح لعندك بشرح لك. انت سندي. أهلا وسهلا، تفضل لابني. يلا يسلم يا شباب. مع السلامة. يلا بناكم معنا. أهلا وسهلا. مختار نبيسة، نحن نتفضل ولا ما نتفضل؟ ما عندنا شيء ها؟ درملو، الله معكم والقلب داعي لكم. يلا. بالإذن، بالأنف، بالحنجرة. ثقيلين. يقطع عمره هالبيسة شو قليل ذوق. عيونه ما حلحة ما حلحة بحبها. خيو هالحكومة إنه صومتنا وفترتنا عبصلة. لحما بعيونهم أي بعتولنا أنسة. الأنسة بترغب بالعلم مشان الطفل يفهم، الأستاذ ما بيرغب بالعلم. مزبوط كلامك. إيه والله مزبوط ورحشة، خاصة إذا كان هذا الطفل عمره فوق الثلاثين، يعني قد الشنتير بده أنسة أكتر. صح أسعد. ليش كل هالخراطيش وانتو ما معكم غير بارودة وحدة؟ ليش شبك؟ ليك بديعة لا تغرغ بالدمعة قدامها، وليك الشاب إلا ما يعطونا بارودة طولي بالك. لك ما بيبخلوا علينا أكيد، طالما الواجب وطني. ديبة مرني. إذا صار لي شي بالحرب بديعة أختك وأسعد أخوك وعز. إن شاء الله إن شاء الله ما بصير عليكم شي. بديعة مثل ما قال جودة لديبة بقول لك أخواتك بعهد الله. يا ديري بالك حالك. ها ديبة ديري بالك حالك. يلا خيو ما بدنا نتأخر على الواجب الوطني. جاهز. هاي 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 واوح. ادهنا الشبابيك باللون الازرق مشان ما يمرق منه الضوء. شو يا اسعاد؟ ادهناهم باللون الازرق مشان ما يمرق منه الضوء. اثنين، بعد ما ادهناهم بنلزقهم باللزق الشفاف مشان اذا انكسر الازاز ما يتفرط لهون ولا لهون. شو يا اسعاد؟ مشان ما يتفرط لهون ولا لهون. كويس. ثالث شيء، وقت بنسمع زمور الخطر
على حالك مطفي الضواوي تحسب انا شو يا اسعد؟ يا ابو نادر فلقتنا باسعد واسعد هسه اسعد واسعد يعني انا اذا فقع فيني الصاروخ معلش ما فشي كلمه جوده ولك يا بهيمه يا بهيمه انت مخك مثل سفنج البحري المعلومه بمص مص بس هذا مخه مثل الحيط قوص علينا ما بيخرب ترجع للرصاصه لك ليش هيك سيدي عم تحكي كل مره عم تساله عم بيجاوبك مزبوط ولا مره قال لا لك ما هذا انا اللي مجنني مالو بالعاده انا بقول لك ليش لانه مخه بيفتح كل يوم ربع ساعه بس على الموجه القصيره اف ام وهذا عدانه يعني هلا ترمه لا لا شو بكون هيك كل واحد بيحكي عني على كيفه وكيفه مبينه سيدي شو وقت راعية مشان ما يهر الازاز مندهنه باللون من الازرق مبينه شفه خلاص عدانه راح ترمه معناته فهمه انا ماني فاضي بدي روح فهم بقيه العالم جوده اوعاك ما تفهمه ها بيتك بلزق بيته اذا نسي الضو شاعل وضربكن الصاروخ بفجركن اثنيناتكن سوا حاضر سيدي توني مره لما بكون عم تحكي اول هوا انت ما بتاكلي معي ما بتاكلي معي فهمانه معلقك الكبير معلقك الكبير بدي معه ابع مختار؟ طيب مختارنا اهلين زرنطيطه الله يعطيك العافيه الله يعافيك طمني كيفك ان شاء الله تمام الحمد لله بدي اسالك عن سلنجو كيف رضاك علينا ان شاء الله هيك منيح منيح ما في مثله والله توري ابن عمك رجال ابضاي وبيبيض الوش لا الحقيقه يعني في الحسد على هني لهالصر لانه انت بتسند ظهرك فهنا قوي كتير بكره ما بعد بكره ها بتشوف زكاني قديش قوي يعني قوي كتير بعرف لو سعيد بعرف وكمان في شغله ثانيه قال شو من كتر ما له زكي عملوا له استثناء هو الوحيد بمحافظات القطر ونواحيها بلوب الجامعه بدون بكالوريا قلت لي بلوهن بالجامعه بلا بكالوريا اي والله لا وشو قال بدهم يخرجوهن من اول ست شهور ما قبل بس هو زكي زكي كتير كتير زكي ما فى بكالوريا ودخل على الجامعه بصير خير